فمثل ما قلنا the vulva open ventrally at the junction of the middle and posterior third. هنا الجينيتال تراكت الاوبننج بالفيميل يكون at the center of the body بالميدل. زين مو مثل هنا كانت وين بال يعني بالاند بالبوستيرير اند زين او الهايند اند, هنا بالميدل بين بالجنكشن ما بين الميدل والبوستيرير ثيرد. The vagina lead to intercately called ovarian tube which occupy the hind and middle parts of the womb. During the copulation, the male attaches to its copulatory bursa to the vulva. The copulating pair therefore present a Y-shaped appearance. يعني كل اللي دي يقوله هنا إنه هذا genital tract, وهنا أكو ovarian tube, والovarian tube أكو همين oviduct يعني ovary coiled على البدي, وبالأخير شنو تؤدي إلى اليوترس, هذا هو اليوترس. زين وقلنا هي separate sexes فلازم تكون fertilization تصير. زين they are differentiated by their size, the shape of the posterior and position of the genital. هسا إذا واحد شلون يميز إنه ال different sexes, ال size قلنا الفيميل أكبر تكون لازم واحد يعرف, وال ال hind end قلنا ال hind end يختلف. زين مثل ما قلنا يعني ال posterior end خلينا نقول هذا هو ال posterior end أو ال hind end يختلف between two sexes, وال genital opening اختلاف ال genital opening اللي تكون هنا بال posterior end بالميل وبال female تكون at يعني at the middle part بالsize بال اختلاف ال posterior end واختلاف ال genital opening هو اللي راح يميز الميل عن الفيميل. ال egg oval or elliptical بيضوية الشكل, هذا السايز مالتها, colorless not bile stained. هاي الايج عادة ما بيها لون, surrounded by a thin transparent hyaline shell membrane. الشيل هو hyaline, floats in saturated salt solution. يعني يصير مو فد شي يقول لك انه هي بالسولت يصير بيها floating يعني تطفو إذا كان محلول ملحي. when released by the worm in the intestine the egg contain unsegmented ovum. أول ما تطرح الفيميل الايج بالانتستين الايج تكون غير ناضجة يسموها unsegmented. من تنطرح بالفيسز وتروح during its passage down the intestine the ovum develop. when passed in the feces the egg contain a segmented ovum usually 4-8. إذن بالبداية من تطرحها بالانتستين تكون غير ناضجة الايج unsegmented, ما بيها هاي الفصوص, ما مفصصة هي, شو سادة شوفوها مفصصة بس بالانتستين بالبداية غير مفصصة, تمر بمرحلة ماتوريشن بحيث ورا ما توصل وتنطرح بالفيسز راح تكون سيجمنتد بهذا الشكل اللي تكون هاي شنو ماتشور ايج. اكو كلير سبيس بين السيجمنتد اوفم اند ذا ايج شيل, اكو سبيس مثل ما تشوفون اكو سبيس يفصل ما بين هاي السيجمنت والشيل, هسه هاي السيجمنت وهذا الشيل, فاقو سبيس ما بين السيجمنت والشيل. زين هذا يعني كاركترستيك نوعا ما كاركترستيك ايج. زين a single female lay about 25 الى 30 الف ايج in a day and السم 18 الى 54 مليون during its lifetime, يعني باليوم الواحد 25 الى 30 الف طول فترة حياتها 18 الى 54 during its lifetime. يعني هسه هاي اذن ثلاث سلايدات انا شرحتها ليش, لانه هي يعني ما اقدر اتركها, بس هي كمورفولوجي مو ذاك الاهميه, الدكتوره همينه ما ركزت عليها, بس احنا حتى نفهم الحكي هذا فواحد يشرحها افضل صراحه. زين بس انتو اهم شيء يعني هسه هاي اللايف سايكل مهمه, لايف سايكل اوف انكلستوما از كومبليتد ان ا سنجل هوست, ماكو انترميديت هوست, نوع حالة حالة انتروبيوس فيرميكولارس, حالة حالة النيماتود مثل الاسكارز, يعني سنجل هوست, هاي ما بيها انترميديت هوست. من الديفينيتيف هوست الهيومن ار ذا اونلي ناتشرال هوست, اذا الهوست الطبيعي الوحيد الها هو الهيومن, ممكن تصيب الناتشرال هوست هي ممكن زين, بس قلنا شنو, بس اذا اصابتهم ما راح تكون ما تكمل دوره حياتها, ما تحول اللارفا الى ادلت, فنقول الهيومن اونلي ناتشرال هوست, ماكو انترميديت هوست.
is required like other ailments. ما تحتاج intermediate host من الinfective form. الinfective form هو هي شنو هاي الايج بالفيسز تمر بمرحلة تطورية تتحول إلى rapid form larva تمر تتحول إلى filari form larva. الفيلاري form هاي هي الinfective stage. هسه راح نشوف الثيرد ستيج filari form larva هي الinfective. هاي يسموها الثيرد ستيج filari form larva هي الinfective stage. الادلت ورم inhabiting the small intestine of the man attach themselves to the mucous membrane by the means of their mouth part. هذا الماوث اللي احنا حكيناه هذا الماوث اللي بيها ذني الاسنان وهاي البوكال كابسول والكافيتي هو اللي راح شنو عن طريق هذا الماوث راح تسوي اتاتشمنت هاي الادلت اتاتشمنت من للسمول انتستين. اذا الماوث هو اللي راح يسوي اتاتشمنت للسمول انتستين بالادلت. زين the female worm lay the egg. الفيميل تطرح البيوض والبيوض قلنا بالبداية unsegmented بعدين تتطور وصل segmented over بها أربعة بلاستومير هاي الامبريونيك ستركتشر البلاستومير يسموه are passed out in the feces of the infected تطلع بالفيسز. egg freshly passed in the feces are not infective. الايج هاي هل هي انفكتيف؟ لا نوت هاي لا هي الايج هي الانفكتيف ولا الرابدي فورم هي الانفكتيف. الانفكتيف منو؟ الفيلاري فورم لارفا هي اللي تكون انفكتيف تسوي بنتريشن للسكن عن طريق السكن تسوي بنتريشن. هسه راح ناخذ دوره حياتها ونشوف. وين تيفوزز ان ذا سويل ذا امبريو ديفلوب انسايد ذا ايج تبدي هسه وين هاي الفيسز تروح بالسويل بالتربه. لذلك احنا ايش قلنا هي سويل ترانسميتد ديزيز. بالسويل راح تبدي الامبريو داخل الايج يتطور. الديفلوبمنت تيك بليس اوبتيمالي ان ذا ساندي لومي سويل وذ ديكينج فيجيتيشن اندر ا مويست وارم شيدي انفايرمنت. الظروف الملائمه لها انه تكون تربه نوعا ما رطبه وتكون شنو تكون هاي التربه بيها شنو رمليه نوعا ما بها مواد متحللة decaying vegetation مواد متحللة moist و warm دافئة نوعا ما و shady يعني بالظل تفضل الظل الشمس يعني تأثر عليها. فهاي الايج هسه شنو داخل السول in about 2 days راح شنو تفقس الايج شي يطلع rhabditiform larva تطلع rhabditiform larva هل قد السايز مالتها hatches تفقس من الايج. It feeds on the تتغذى على البكتيريا والأورجانيك ماتر المواد المتحللة والبكتيريا اللي بالسويل فتبدي تكبر. It molts twice تنسلخ مرتين بالثيرد والفيث داي after hatching to become the third stage infective filariform or filariform larva. إذن الايج تنمو بهاي التربة اللي حكيناها تكون رطبة رملية moist warm shady يومين تفقس تطلع من عندها الرابديتيفورم لارفا هاي ورا 3 ايام وخمس ايام باليوم الثالث تنسلخ مره هي تبدي تتغذى على البكتيريا والاورجانيك فتكبر بالحجم فتنسلخ باليوم الثالث تنسلخ وباليوم الخامس تنسلخ مره ثانيه ورا ما كملت هذا المولتينج مالتها ايش تتحول الى الثيرد ستيج فيلاريفورم لارفا. مو الايج كانت الفيرست ستيج وراها اجت السكند ستيج الرابديتي فورم هاي الثيرد ستيج نسميه الفيلاري فورم لارفا. هذا السايز مالتها اكبر يعني ده يقول لك انه هاي 500 الى 600 مايكرومتر بينما الرابديتي فورم 250 مثل ما تشوفون اكبر هاي اكبر الفيلاري فورم من الرابديتي فورم. وش تكون بعد شارب بوينتد تيل التيل مالتها شاربلي بوينتد مثل ما تشوفون التيل شاربلي بوينتد تيل. The filariform larvae are non-feeding. هاي ما تتغذى. هاي تدور السكن مال شخص وتسوي له penetration حتى تدخل. They can live in the soil for 5 to 6 weeks. تستمر 5 إلى 6 أسابيع ممكن. With their head waving in the air, waiting for their host. كل شوية تطلع من التربة تطلع راسها من التربة تنتظر خاف أكو host شخص حافي ما لابس حذاء أو شيء. barefoot حتى شنو تخترق السكن مالته. They can also مرات تصعد on the blades of grass or other vegetation being carried in the capillary water film on their surface. تصعد على أوراق النباتات على أوراق الحشائش هم يعني تنتظر شنو تنتظر فد host يجي يمشي يعني human حتى تسوي له penetration
طبعا الدايركت سان لايت والدراينج اور سولت ووتر كان كل احنا قلنا ايش تفضل شيدي شيدي انفايرمنت، يعني انفايرمنت بيها ظل، الشمس السان لايت والجفاف زين، والسولت ووتر يقتلها، لذلك احنا ايش قلنا ايش تفضل، هي تفضل الشيدي انفايرمنت والمويست، مو الدراينج، ما تفضل الدراينج، تفضل الرطوبة زين. المود اجا بيرسون طفل مثلا وورك بير فوتد، ما لابس حذاء او اي شيء، حافي، مشى بالسويل containing the filariform larva, they penetrate the skin and enter the subcutaneous tissue. عادة ال common site of entry وين هو ال skin between the toes, the dorsum of the foot, the middle aspect of the sole, يعني القدم أكثر شيء، يا أما between the toes بين أصابع القدم بالدورسم أو بال medial aspect مال السول. زين اكثر شيء منه الفارم وركرز الماينرز ذولا اللي هم يشتغلون بالحقول، الماينرز اللي هم المنقبين بالمناجم وغيرها، ممكن ذا لارفا ما يبنتريت ذا سكن، اولسو ممكن حتى مال الهاند، ممكن سكن اوف ذا هاند، اللي هم ذولا الفارم وركرز، لانه اكيد ذولا اهل الفارم وركر يصيرون شنو كونتاكت الايد مالتهم يصير كونتاكت ويا السويل، فاكيد rarely the infection may take place by the oral route, the filariform larva being carried on contaminated vegetable or fruit. احنا مو قلنا هي مرات تصعد على الحشائش او على النباتات والخضروات، ممكن شخص ياكل هالخضروات وموجوده الفيلاريفورم لارفا فتدخل اورالي، بس من تدخل اورالي شو تسوي؟ تسوي شغلتين، ممكن اذا دخلت اورالي يا اما قبل تسوي هاي اللارفا بنتريشن للبوكال ميوكوزا هنا أنا بالأورال كافيتي to reach the venous circulation and complete their migration via the lung، تروح للفينوس سيركيليشن أورا بوكال ميوكوزا وتخترقها وتروح للفينوس، وبعدين ويا الفين، والفين يروح للرايت سايد اوف ذا هارت، والرايت سايد اوف ذا هارت لللنج. أو هسه بعدين راح نقرأ إنه في بعض الأحيان إنه اللارفا سوالود، يعني وين قبل تروح للإنتستين، وهسه راح نعرف إذا راحت قبل للإنتستين شو يصير. هسه نشوف، هسه إحنا شنو هي، يا اما راح تدخل عن طريق انه تسوي penetration للسكن subcutaneous tissue، تروح للفين، ومن الفين وين للرايت سايد اوف ذا هارت وللنج، او اورالي، واورالي تدخل عن طريق البوكال ميوكوزا للفين الفينس، يعني بيها migration انه بالسكن subcutaneous tissue venous او بالبوكال ميوكوزا مال اورال كافيتي للفين، والمايجريشن تروح لللنج. لازم هسه نشوف شلون راح تكمل دوره حياته، ممكن ترانس ماماري، ممكن حتى اكو ترانس ماماري يعني ويا البريست ميلك، او ترانس بلاسنتال ترانسميشن هاز بين ريبورتد، ممكن الانكلستوما حتى ترانس بلاسنتا، يعني ممكن ينتقل من الام للطفل، بس النيكيتر اللي هي الثانيه النيكيتر امريكانز ما بيها هذا الشيء. هسه هي inside the larva دخلت carried along the venous circulation to the right side of the heart and to the lung، اخترقت السكن او البوكال ميوكوزا، تروح للفين، ومن الفين من الرايت سايد، وبعدين لللنج. here they escape from the، تطلع من الكابيلاريز تروح للالفيولاي، يصير بها migration بالrespiratory tract to the pharynx where they are swallowed reaching their final destination the small intestine. اذا هي باي رحلتها وصلت لللنج، من اللنج للالفيولاي، من الالفيولاي تصعد الى ان يصيلها يعني سوالوينج من جديد، من توصل بالمايجريشن بهاي المنطقه، ومن توصل للاسوفاجس صار لها سوالوينج، نزلت للاسوفاجس يصير بيها مولتنج للمره الثالثه. زين من صار بيها مولتنج تبدي شنو هم فيد اكثر وجرو الى ان يصير فورث اند فاينل مولتنج، الى ان بالسمول انتستين تتحول تكون بيها البوكال كابسول، البوكال كابسول اللي هي بالادلت موجوده الماوث مالتها، by which they attach themselves to the small intestine and grow into adults. اذا باثناء المايجريشن مالتها راح شوي شوي تتحول الى ادلت، شلون؟ من وصلت للالفيلاي ونزلت صالها سوالوينج، وصلت للاسوفاجس تبدي يصير بيها شنو؟ ثيرد مولتنج. احنا اول مولتنج وثاني مولتنج كانت هو تحول الرابديتي فورم لارفا الى فليري فورم لارفا، الرابديتي فورم لارفا صار بها مولتنج مرتين، صار تحولت الى فليري فورم لارفا. ثالث مولتنج
وين راح يصير؟ أثناء نزولها وين؟ بالإسوفيجس، هذا المولتنج الثالث. يصير بها فيدينج وغروث، تبدي تتغذى، يصير بها فورث اند فاينل مولتنج، يعني أربعة وخمسة. زين الخامس هو الفاينل مولتنج بالسمول انتستين. فهنا صار كونت البوكال كابسول اللي هو هذا الفم مالتها، هذا بس يتكون تقدر شنو تسوي اتاتشمنت للسمول انتستين وتبدي شنو تتحول الى ادلت، تبدي تتحول الى ادلت. زين there is no multiplication، ماكو، احنا قلنا النيماتود ما تسوي multiplication بالهوست، بحيثية اذا single infective larva develop into a single adult male or female، هي عندك infective larva وحدة انت مثلا دخلت جسمك تبقى وحدة هي، ما يصير بها multiplication لان هي قلنا هاي اجناس منفصلة الا egg. يعني it takes usually about 6 weeks from the time of infection for the adult worm to become sexually mature and start laying egg. اذن من لحظة دخول الفيليريفورم لارفا تحتاج 6 ويكس يلا تكمل الماتوريشن وتصير ادولت وتصير يعني سكشولي ماتور وتقدر تطرح الايج. But sometimes there may be an arrest in the development in the process may take longer 6 months or more، مرات لا طول لفترة اطول، يعني مثلا بالمايجريشن صار لها مشكلة طول لفترة اطول يعني 6 months يلا تنضج. ها وبعد اكو احنا مو في بعض الاحيان قلنا انه تدخل عن طريق اورالي، قبل اورالي قلنا اذا دخلت اورالي اما تسوي بنتريشن للبوكال ميوكوزا ونفس الشيء تروح للفينس حاله حال البنتريشن مال السكن هم للفينس رايت سايد اوف ذا هارت لانج وتكمل دوره حياته. لكن اذا دخلت اورالي وهي هاي الفيليريفورم لارفا راسا صار لها سوالوينج ما سويت بنتريشن، فهنا ما يصير بها اي مايجريشن، قبل تصير ادلت may develop directly into adult in the small intestine without a tissue phase without migration. اذا ممكن يصير بها المايجريشن اذا اخترقت السكن او اخترقت البوكال ميوكوزا، بس اذا صار لها دايركتلي او سوالوينج اورالي قبل دخلت الفيليريفورم قبل تصير ادلت. زين هاي خلصت منو؟ خلصت الانكلستوما دودينالي. هسه ايش ناخذ؟ النيكيتر امريكان. هاي تقريبا تتشابه بواي اشياء، ان شويه الادلت ورم سمولر بس شويه اصغر من الـ من الانكلستوما دودينالي. زين سايز مالته هلقد اللي هو مال الميل، والفيميل هلقد دائما الفيميل اكبر من الميل مثل ما حكينا، بس هاي تكون النيكيتر اصغر من الانكلستوما. والانتيرير اند مالته بنت ان ذا دايركشن اوبوزيت تو ذا كيرفيتشر، وقال قلنا احنا بالانكلستوما دودينالي بالسيم دايركشن، يعني اتجاه مالتها البنت مالتها البندنج يكون عكس اتجاه الجسم، مو فشي مهم، مو قلنا هذا مو مهم. they have a smaller vocal capsule. هاي بعض المقارنة ويا الانكلستوما النيكيتر، البوكال كابسول مالتها الفم مالتها smaller، هذا then شوف هاي النيكيتر وهاي الانكلستوما، يقول لك البوكال كابسول شوية أصغر بالنيكيتر with two pairs of semilunar cutting blades instead of teeth as in انكلستوما. هاي شنو الانكلستوما؟ قلنا عندها أسنان، قلنا 6 أسنان ventrally 4 اللي هن قلنا هوك لايك ذني 4 بالهاي النيكيتر الانكلستوما، واثنين جوا دورسالي زين نوب لايك. اما هاي النيكيتر لا ما بيها اسنان، بيها هذا يسموه سيمي لونر كاتينج بليت، سيمي نصف هلاليه، بيها فد كاتينج بليت نصف هلالي سيمي لونر كاتينج بليت. اذا هاي بعض الفروقات، انه هي اصغر النيكيتر اصغر من الانكلستوما، البوكال كابسول مالتها اصغر وما بيها اسنان، بيها تو بير اوف سيمي لونر كاتينج بليتس. زين وهذا هنا همين هذا وهذا شنو instead of teeth عكس التيث الموجود بالانكلستوما. الكابيولاتري بورس of the male long and wide the capillary spicules are fused at the end. هاي ما مهمة، دي يقول لك الكابيولاتري بورسة يعني هنا هاي المورفولوجيكال وصف مو مهم نهائيا. يعني الفيميل الفولفا نفس الشيء بالميدل of the body or anterior to it نفس الانكلستوما. الايج identical under a microscope within the then the egg مالتهم identical الانكلستوما والنيكيتر، واللايف سايكل كلها similar بس اللايف سبان مالتها much longer يعني 4 إلى 20 years
بينما الانكل ستوما 2 الى 7. اذا هاي يعني ركزوا على هاي الاشياء الفروقات المهمه. اللايف سبان النيكيتر اطول لكن كسايز النيكيتر اصغر. البوكال كابسول مالتها اصغر. ما بيها اسنان, بيها 2 بير اوف سيمي لونر كاتنج بليت. زين يعني هاي الاشياء. وين اللايف سبان؟ هي هاي كل فكرتها انه هذني عن طريق هذا البوكال كافيتي البوكال كابسول ما راح شنو تسوي اتاتشمنت للسمول انتستين, تبدي شو تسوي؟ تسحب دم, بلاد سكينج. فهذا راح تسوي لك انيميا. اذا كوزز اوف انيميا, هي ليش تسوي انيميا؟ اكثر من كوز. اول شيء بلاد سكينج باي ذا باراسايت, هي تسحب دم مو عن طريق هذا الفم مالتها. زين, وبعد كرونيك هيموريج فروم ذا بانكتشر سايد فروم ذا جيجينال, هي مو راح تسوي انفلاميشن وبانكتشر للانتستين. فيبدي شنو الشخص ينزف, فمو بس عن طريق البلاد سكينج, عن طريق النزف اللي راح يصير. وبنفس الوقت راح هي على الانتستين موجوده, فراح تسوي اكيد تسدها نوعا ما, فتسوي تقلل الابزوربشن اوف فيتامين بي 12 اند فوليك اسيد. هذا هم كوز اوف انيميا. ودبريشن اوف هيماتوبويتيك ستيم سيل باي ديفيشنت انتيك اوف بروتين, والشخص راح يصير عنده مال نيوتريشن مال ابزوربشن, فحتى البون مارو اكتيفيتي ما تتقل. اذا هي ليش تسوي انيميا؟ تسوي لك انيميا بسبب انه الباراسايت دي يسحب دم ودي يصير هيموريج ونزف, الابزوربشن مال البي 12 والفوليك اسيد دي يقل, والبون مارو نوعا ما الاكتيفيتي ما تتقل. هاي مهمه. الافريج بلاد لوس باي ذا هوست بير 1 بير داي از 0.03 ملي لتر وذ نيكيتر امريكان ان 0.2 ملي لتر اوف انكل ستومد دينالي. هاي شنو؟ هاي مهمه. يقول لك انه الدوده الوحده الورم الوحده مال النيكيتر الورم الوحده مال النيكيتر تمتص باليوم الواحد 0.03 ملي لتر اوف بلاد. النيكيتر الوحده تمتص باليوم الواحد 0.03 ملي لتر, بينما ال هاي النيكيتر, بينما الانكلستوما 0.2 مللتر. إذن هذا فرق ثالث, منو يسبب بلاد لوس أكثر؟ الانكلستوما, انكلستوما دي دينالي, لأنه اللوس مالتها 0.2 مللتر بينما هذا 0.03 بالنسبة للنيكيتر. الانكلستوما 0.2 والشي يسموها النيكيتر 0.03. وهذا ممكن يجي سؤال ينطيك يقول لك مثلا كان اكو انفكشن ب 10 ورم من النيكيتر, 10 ورم من النيكيتر, ايش قد البلاد لوس بير داي, ايش قد راح يصير البلاد لوس باليوم الواحد؟ احنا نعرف النيكيتر الوحده تمتص 0.03 ملي لتر الوحده, اذا هن 10 0.03 في 10 يطلع 0.3 0.03 في 10 يطلع 0.3 مللتر بلاد لوس. هذا خاف يجي ممكن تتسألوني هيك, فلازم تعرفون ذني الارقام. زين, واذا 10 انكلستوما فايش تقول؟ تقول 0.2 في 10 يطلع 2 مللتر. شوفوا هذا 2 مللتر, يعني الانكلستوما شنو اكثر البلاد لوس من النيكيتر. زين, اذا الانيميا عاده بما ان هي جاي تمتص بلاد يصير بلاد لوس, عاده هي ايرون ديفيشنسي انيمي. ايرون ديفيشنسي اللي هي الايرون ديفيشنسي انيمي المانيفستيشن مالتها هي شنو يسموه؟ هايبوكروميك مايكروسيتيك انيمي. ماكو ايرون بعد, هيموغلوبين يقل فصير هايبوكروميك, صبغه الهيموغلوبين يعني هايبوكروميك يعني صبغه الهيموغلوبين قليله, ومايكروسيتيك يعني الار بي سي قليله. هاي اذا كانت ايرون ديفيشنسي انيمي. لكن احنا ممكن قلنا هم تسوي لك تقلل الابزوربشن اوف بي 12 ان فوليك اسيد, فهي من قللت لك البي 12 والفوليك اسيد احنا نعرف ذولا اذا قلوا شيء يصير ميغالوبلاستيك, بالعكس ميغالوبلاستيك انيمي, ذولا يسوون ميغالوبلاستيك انيمي. فيقول لك اذا صار ديفيشنسي بوث ايرون وبي 12 وفوليك اسيد يسموها دايمورفيك. دايمورفيك يعني راح نشوف بعض الار بي سي مايكروسيتيك صغار و ار بي سي اخرى ميغالوبلاستيك, حسب يعني دايمورفيك ثنائيه. بس هي المين هي ايرون ديفيشنسي انيميا, يعني هايبوكروميك مايكروسيتيك انيميا هذا المين مانيفستيشن. اذا صار بي 12 وفوليك اسيد ديفيشنسي وياها تصير دايمورفيك. زين,
تصير دايمورفيك. زين ال يعني اللي احنا ان شاء الله نخلصها بالجايات ان شاء الله.